صباح الخير، على السلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. نشكركم اللي اخترتوا قناة 9 باش تتابعوا الحلقة الجديدة من برنامج الويكاند. دونك اليوم مجموعة من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيو في برشا مواضيع، بالطبيعة باش نحكيو في الفاشن، باش نحكيو سورتو على بوليس فاشن، باش نعطيكم شنو هما لي توندونس، باش نعطيكم يمكن شنو هما الاغلاط اللي ينجموا يقوموا بهم بعض الفنانين والنجوم. وزاده كيف اليوم عندكم موعد مع الشيف مروان اليونسي، الشيف نتاعنا اللي باش يقترح علينا دي روسيت، برشا حاجات تستنى فيكم اليوم. خليكم معنا في الويكاند، نعطيكم فكره شنو باش تشوفوا في حلقه اليوم. بعد حلفاوين الشعبية جيت الشوية مع ضيفنا الفنان نضال اليحيوي. صباح الخير نضال. صباح الخير. صباح 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 طبيعي. صباح. ايوا شوفي برشا الوان، شوفي برشا خضرة، برشا حاجات مزيانين. الروسيت اليوم بولي ونوا دو كاجو. العادة باش ننصحكم، باش نقول لكم زيدوا شوية في الصوت وسايبوا رواحكم. الله واحد عطوا في الاسايب حدا نحكيو على ابليكاسيون رويجل. شنو معناها تكمندي راجل شنو؟ فورفي عاملين فورفي سبيه 39 دينار الساعه، فورفي سهر 199 دينار الليله، ولا فورفي مراه متحره 699 دينار الليله. بعثوا لكم اولادي يحبوا يخدموا. جينا دي دوموند نتاع دي ستاج ونتاع فما اولاد تحب تخدم. اذا حاجه قلقتنا واحنا سي شوكون. نحب نقول لك اللي العبد اللي يقعد بين نص نهار وما ثلاثه في مارس في تيغاس يتشمس يضر قشرته بنفس الطريقه عبد قاعد في اوت في نفس الوقت. دونك سي بون، الماكله حضرت، الفطور حضر، قاعد تزين انت توا. خلي تذوقوا باش ما وتمتع يا الازمر ما دامك عندي يا حليلي حليلي نهمرت معاك. دونك كانوا هذوما ديزيكستريم شنو يستنى فيكم في حلقه اليوم من الويكاند. تو باش نمشيو للزوم، الزوم نتاعنا اليوم باش تهزنا للمملكه العربيه السعوديه، باش نحكيو على مبادره قامت بها المملكه باش تسهل الخدمات للحجيج. تعرفوا انه الحجيج من تونس بداوا في الرحلات نتاعهم منذ الاسبوع الفارط، ومن توا نقولوا لهم ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وان شاء الله يرجعوا لنا سالمين غانمين. المبادره هذه اسمها طريق مكه. دونك فاش تتمثل باختصار؟ وانه عاده الحجيج كي يخلطوا المكه يقضيوا برشا وقت نتاع بروسيدور باش يخرجوا من المطار، ينجموا يوصلوا يقعدوا حتى ساعتين ولا ثلاثه. المبادره هذيا مكنتهم انهم ما يفوتوش ربع ساعه في المطار، يعني من الطياره ديريكتومون للوتيل، حتى الباجاج نتاعهم يلقاوه سور بلاس في الوتيل. المبادره هذيا راهي ما فيهاش الدول الكل، تونس هي اول دوله عربيه تدخل ضمن المبادره هذيا، والتنفيذ انطلق في مطار قرطاج الدولي في اول رحله للحجيج التوانسه للبقاع المقدسه. باش نشاهدوا في الفيتير هذايا زاده دي تيموانياج نتاع حجيجنا وقت اللي وصلوا المكه، ومره اخرى نقولوا لهم ان شاء الله حج مبرور. We'll be right back.
طريق مكة هي مبادرة من المملكة العربية السعودية، الهدف منها الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم مع اختصار للوقت والجهد. وقع الاختيار على تونس كأول بلد عربي تتنفذ فيه المبادرة هذه. أكثر تفاصيل يقدمها سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد العلي. هذه المبادرة هي انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لتأدية فريضتهم على أكمل وجه وبيسر وسهولة. هذه المبادرة كذلك تأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 لتقديم خدمات كبيرة لحجاج بيت الله والتطور الكبير الذي تشهده المملكة. من هذا المنطلق تم اختيار تونس كأول بلد عربي لتنفيذ هذه المبادرة، كون العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون الكبير بين كافة القطاعات الحكومية. تم ترحيب الجانب التونسي والمسؤولين التونسيين بهذه المبادرة، وجدنا دعم كبير من فخامة الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء المختصين. بهذه المناسبة أشكر حكومة تونس والمسؤولين على ما قدموه للسفارة ولفريق العمل خدمات ومساندة كبيرة في تنفيذ هذه المبادرة. نتطلع إن شاء الله في السنوات القادمة أن تشمل هذه المبادرة كافة المطارات التونسية وكذلك تشمل كافة الدول العربية. الهدف من هذه المبادرة هي إنهاء إجراءات الوصول للحجاج من بلدانهم قبل وصولهم إلى المملكة، وهذا سيؤدي إلى اختصار المدة الزمنية التي ينتظرونها في المملكة. كان في السابق نظرا لزيادة عدد الحجاج لوصول عدد من الطائرات في نفس الوقت يؤدي أحيانا إلى انتظار الحاج من 3 إلى 4 ساعات، وهذا وقت طويل ومرهق للحاج. بهذه المبادرة سيكون مدة الانتظار لا تتجاوز من 10 إلى 15 دقيقة، ولأنه كل إجراءاته تم الانتهاء منها. عند الوصول يغادر عن طريق الحافلات مباشرة لمقر إقامتهم، و حقائبهم الشخصية ستصل إلى مقر سكنهم بطريقة مرتبة ومتقنة للغاية إن شاء الله. التجربة بدأت أول مرة على حجاج ماليزيا، ومن غادي تواصل التجارب طريق مكة في العالم. أكثر تفاصيل مع طلال الشلهوب مدير المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. هي بدأت في عام 1432 تجربة على حجاج ماليزيا، وكانوا يتعدون 1600 حاج. في السنة التي تليها 1439 تم تطبيقها على دولتين 103,000 حاج. في هذه السنة 1440 بفضل تعالى وصلوا لأكثر من 225,000 حاج، وعلى 5 دول: دولة ماليزيا واندونيسيا توسع بالعدد، كذلك دولة باكستان وبنغلاديش، وتؤول دولة عربية هي تونس. حسب مدير المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، فإن مبادرة طريق مكة بما فيها من خدمات وتسهيلات للحجيج كلها مجانية. هذه المبادرة هي هدية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هي هدية كاملة مبادرة. التكاليف الخاصة بالحج هي نفسها على، ولكن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلوا على هذه المزايا. تجاوزت الخدمات الفي اي بي اليوم، بدل ما يتم منها اجراءاتهم في الصلاة في جميع صلاة المملكة، هناك صلاة في اي بي يعني كمطارات دول العالم جميعا. اليوم الصالة المخصصة ان شاء الله تشاهدين الصالة السعودية في داخل مطار قرطاج، ونشكر السلطات التونسية على تسهيل عمل فريق العمل السعودي وجميع التسهيلات الخاصة. شاهدنا مدى رغبة الجانب التونسي ب يعني مشاهدة هذه المبادرة، وفخورون انه نكون تونسي. طبعا الشاشه لاحظت انه الفرح انه تونس هي اول دوله، ونحن سعيدين بذلك كذلك. مبادره طريق مكه طبقت نهار 23 جويليا 2019 في مطار تونس قرطاج الدولي في اول رحله للحجاج التونسيين للبقاع المقدسه. الله يبارك لكم ويحضر لكم الرسول، فعلا اختيرت هذه البلاد يا ربي، ربي حبها وحب الرسول وحب عبيدها ونحبها يا ربي. ساعدكم والله، ساعدكم والله. رجعنا لكم، دونك جينا لكم، جينا بيان سور مع الشيف نتاعنا مروان اليونسي. مرحبا، صباح الخير. صباح النور. نهارك زين، مرحبا بكم. ايوا، شوفي برشا الوان، شوفي برشا خضره، برشا حاجات مزيانين. قل لي اليوم شنو الغوسيت نتاعنا؟ الغوسيت اليوم بولي ونوا دو كاجو. دونك عندنا فيها بوافرون اخضر واحمر، طماطم، بازيليك، معدنوس، اونيون، سكنجبير، جنجمبر، طوماط سيريز، فلفل بر العبيد، بواغو زادة، الروز. بس خلينا نحكي شوية بالعربي. فلفل أخضر، فلفل أحمر، طماطم، طماطم زادة الأخرى سيريز، فلفل بر العبيد، البصل الأحمر وبصل الأخضر، سكنجبير،
وشنو بالنسبه للاساس عندنا صوص سويت تشيلي اللي هي القوم تاعها ما بين الحار والحلو وصوص سوجا داكو موجودين هذوما تلقاوهم بارتو بارتو في لي سوبر مارشي الكل موجودين دونك عندنا النوات كاجو والبولي بيان سور وباش نبداو الروسيت نتاعنا باش نبداو باه قبل ما نبداو الروسيت كنت انا وياك قبيله في الاوف نحكيو على سكنجبير علاش اخترت خاطر فما سكنجبير مرحي علاش اخترت سكنجبير هذايا وظهر لي عندك استيوس باش تعطيني انا اون فيت احنا شنو هي اللاكون مع سكنجبير انه التقشير نتاعو ديما صعيب كي ناخذوا سكينه كي نقشروا ديما عندنا برشا شوت وناخذوا كعبه كبيره ما نحصلوا منها كان طريف دونك الاستيوس شنو هي انه تاخذ مغرفه وتقراتيها هكا وي يغزل ما سهلها هكاك ما تخسر حتى شيء من السكنجبير ابسوليومون تنحى القشره ويقعد لك الكل جوست البو برك تتنحى ويكون عندنا بيان بروبر ما يقعدش فيه هكا الكو نتاع التراب وكل شيء يكون بارفي سي بيان فوالا دونك كيفاش باش نبداو الروسيت نتاعنا اليوم باش نبداو بالروز باش نبداو بالروز نتاعنا باش نطيبوا يسموه احنا في الكوجينه غي بيلاف هو ان فيت هو الروز ابيض مي كيفاش نطيبوه هو نبداو بالبصل والا ايشالوت في الكوجين فرونسيز دونك نبداو الزبده نحطوا البصل من غير ما ياخذ كولور مي يولي ترانسليسيد يولي ترونسبارون البصل دوب ما يولي شفاف تذوب يعطيك الصحه الزبده وهو دوب ما يبدا هكا نقولوا احنا يترخف شويه يعطيك الصحه من بعدكش دخلت عليه الروز يعطيك الصحه دخلت عليه الروز فوالا بيان سور والكونتيتي مره ونص نتاع الروز مره ونص والمره هذه اخترنا ان ري لون او كما نشوفوا لهنا ان ري لون ان ري بازماتي فوالا دونك هو اللي باش يعطينا هكا الكوتي خفيف وما يجيش هكا ما يجيناش رزين في البلان تاعنا دونك نحطوا الكاسرول نتاعنا تسخن ونبداو بالزبده تري بيان دونك نكونوا جينيرو بلا تستاهل البلا هذا ساهل وخفيف فوالا ومتاع صيف زاده aussi دونك اي حد ينجم يعملوا سورتو لي جون فما لي جون à partir de 13 14 سنه يبداو يتغربوا في الكوزينه ويحبوا يطيبوا حاجات وحدهم دونك ساهل ياسر هذايا كيفاش وانا تو ولينا نشوفوا دي زاتولي نتاع بور لي جون بور لي زونفون في لي زيكول قاعدين يل سابليك بالنسبه للحاجه هذه او سي سي فالابل للرجال زيد ها كيف سي سيور سي سيور تبدا المدام تخدم ما فيها بيس يطيب هو فوميو يكون عنده زاد ذوق هكاك وخير من اللي يقعدوا يشري وزيد كيف ديما حاجه في الطيب في الدار باهي باش خليك انا طيب توا ونرجع لك من بعد دونك تي افونسيت في الغوسيت واحنا اونتر تو باش نمشيو لضيفنا ضيفنا اليوم عنده عرض من اجمل العروض اللي قاعده تدور توا في المهرجانات الصيفيه نحكي على عرض الشويه اللي هو من العروض اللي لقات نجاح كبير برشا في كارتاج الجمعه اللي فاتت كانت سهره مشتركه مع زياد الزويري ومع لينا بن علي دونك ضيفنا نحكي على الفنان نضال يحيوي نضال يحيوي باش تعرفوا عليه في البورتري هذايا ومن بعد نستقبلوه ديريكتومون في استوديو بعد تجربة بارجو زيرويت وحلفاوين الشعبية خاض الفنان نضال يحيوي تجربة جديدة شاوية اللي استوحاه من موسيقى الشاوي وأصوات الشمال الغربي عرض شاوية تمتع به جمهور الدورة 55 من مهرجان كارتاج الدولي نهار 23 جويلية 2019 واللي كان عرض مشترك مع الفنان زياد الزويري والفنانة لينا بن علي شاوية هو مشروع فيه مزج بين أجناس موسيقية مختلفة الهدف منه الانفتاح على الموسيقى وإلغاء الحدود بين العصري والتقليدي عرض شاوية هو مش مجرد غوص في التراث الموسيقي الشاوي هو رحلة بحث واختيار دقيق وهذا عودنا به نضال يحيوي في تجربه السابقة بعد ما هزنا للغني صالحي في سليانة من خلال تجربة بارجو زيرويت ودخلنا العالم المزود من خلال تجربة حلفاوين الشعبية ولد الشمال الغربي وتحديدا سليانة الفنان نضال يحيوي وصوله ساهمت في ثراء معرفته الفنية وتنوع تجاربه النابعة من عمق التراث التونسي دونك بعد بارجو زيرويت بعد حلفاوين الشعبيه جيت الشاويه مع ضيفنا الفنان نضال اليحيوي صباح الخير نضال صباح الخير صباح 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 تغيا صباح كل عام فرحان 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 بالحق سنه عم باهي عن تورني باهي في تونس و وي اون بيل سيزون وي خلينا نبداو بكارتاج كانت سهره من اجمل السهرات بصراحه انا كنت موجوده حضرتها و وشفت سورتو التفاعل نتاع الجمهور على خاطر مش كيما كي تبدا حاضر في عرض كيما تشوفه في دي فيديو والا تقرا عليه ولا تسمع عليه دونك انا شفتك انت في عالم اخر
انا شطحت لي شبعت شبعت بالشطيح بالحق تعدى بقدام قدام يعني تعدى عرض باهي دونك السهريه كانت البدايه مع زياد الزويري عرض زاده كيف كيف مزيان في بوكو دو كرياسيون بوكو دو ريشيرش لينا بن علي كيف كيف زاده عملت اون بيل بيرفورمانس وكنت انت مسك الختام في السهره هذيا وين العباد سي سي بون معناها الناس الكل قامت باش تتفرد وقامت باش تشطح وتمشي في جو اخر. هات ناخذ رايك انت دونك بعد الاكسبيريونس هذه كيفاش ريت التفاعل نتاع الجمهور؟ لو فات وانك انت مبرمج ثوازيام كانت باهيه بالنسبه لك انت ولا كنت تحبذ انك تكون من الاول تكون في الوسط؟ اعطيني شنو رايك؟ ليه هو احنا من الاول قلنا اوكي عم نجيو في الاخر من اول نوت بشد العباد سي سيغ معناها على خاطر الموسيقى نتاعنا تحكي علينا وتحكي على الناس كل التوانسه كل الموسيقى نتاعنا هي الموسيقى اللي يسمعوها التوانسه كل يحبوها التوانسه كل اللي هي الموسيقى التراديسيونيل الشعبي والتراث التونسي والحاجات هذوما ما كانش عندنا مشكله في الاخر بالعكس كنت كما نقولوا احنا المفاجاه للجماهير اللي جات واللي تفاعلت من اول غنايه ومن وعدينا فريمون 50 مينوت جاوا على الاخر جاوا نون ستوب وي دونك انت قلت موسيقى اللي مستانسين بها مستانسين بها وماناش مستانسين بها زوز على خاطر سي فغي جاوا الشعبي والتراث وكل ولكن موزيكالمون حاجه جديده ياسر انت كنت جريء برشا جرأة وبرشا شجاعة انك معناها كي تسمع تحس روحك كأنه كونسير دو روك فينالمون اما فما القصبة وفما الكلام من الاعماق نتاع التراث التونسي يعني حاجة تخوف كيفاش عملتها ما هو هذيك معناها شوية الخدمة اللي حبينا نعملوها فيت حبينا نعاودوا نغنيوا الغناية كيما هو بنفس الموازين ونفس الليريت نتاعو والميلودي والكلام هذاك وحتى معناها القصبه ولا الغناية بالصوت كيما نقولوا اما فما ديغيغ كتيبه للسونوريتي معناها اصوات جديده وحاجات جديده معناها هذيك اللي باش الناس تقعد علاش قلت انا تعرفها الموسيقى ترى تعرفها ما تقول يا فما حاجه ولا حاجه ديفيرونت فما حاجه مش مستسلم بها هذاك علاش قلت لك جديد و سي سا احنا عندنا الباتري تلعب كيما بالسبري نتاع الطبل باغ اكزومبل والا الجيتار تلعب بالسبري نتاع القصبه ما خرجناش من غاديكا وهذاك اللي فوالا باش يخلي لي جون حتى اللي هما هاربين على الموسيقى تخاد معناها يعاودوا يسمعوها فوالا سي سا معناها انت بارمي لي زوبجيكتيف نتاعك في الخدمه وانه ترجع لي جون للموسيقى التونسيه للكلمه التونسيه للتراث التونسي مي اترافير لي سونوريتي اللي يسمعوهم اكتويل ولا اكتويل يسمعوهم عند مغنيين ولا عند دي جروب في الاوروب ولا في امريكا ولا سي سا اكزاكتومون والعكس اوسي كي نمشيو لبرا معناها نعملوا حفلات في الخارج نفس الحكايه معناها الناس تسمع فما جروف ولا ريتم مستانسين به معناها نشوف البلدان الكل راهو الناس الكل تنقز على الريتم وتشطح فرد وقت ويسمع وميم تون صوت قصبه ويسمع حاجه جديده اللي هي تيبيك تونسيه معناها حاجه جديده بالنسبه لهم هما معناها حاجه ديفيرونت اي الكل معناها يقعد ديما الكوتي اللي هو يعرفه والكوتي لو مارياج ما بين فوالا سي سا داكور حكينا برشا شوقناكم ياسر نضال يحيوي افيك لا تروب اللي فريمون معناها من اروع وامهر العازفين اللي عندنا في تونس اللي معاك وزاد كيف كيف في سان محلي جروب كي تحسوا مش اوموجين ولكن تحسوا فريمون اون فامي تحسكم ياسر قراب مع بعضكم فما دي ديتاي سيغ سين اللي يصيروا هكا لحمه كبيره بينك انت وياهم. با اوسي اوني بروفيسيونيل سيغتو وانا ما نخدمش وحدي في العاده معناها انا نجيب بروجي باغ اكزومبل ونعمل ونلم لي ميزيسيان فريمون معناها كيما ترى الاولاد باهين برشا معناها كوميزيسيان تسمع منهم يسمعوا هما كلهم يزيدوا معناها باغ اكزومبل مهدي بحري على الجيتار
معناها برشا لي زانجمون هو يزيد ما حاجاته يوسف سلطانه لي فرير يوسف ومروان سلطانه يزيدوا من عندهم معناها كل ميوزيسيان معانا يعطي من عنده في للبروجي اون جينيرال خاطر ناخذوا البروجي ونقولوا هيا معناها فريمون انا ما نفهمش يصير في الجيتار باس باغ اكزومبل ولا في كذا معناها كل واحد يزيد من حاجات من الباك جراوند اللي عنده معناها وهذا حاجه يصير به حاجه يصير باهي. يزيد كمل لنا شكون اخر في التروب؟ فما عماد رزقي ولي فريغ سلطانه بيان سور مروان ويوسف ومهدي البحري ومحمد بن صالحة وكمال تاغوتي. تحية اليوم الكل شوقناكم برشا نعرف اللي هو صباح اليوم أحد أما حبكم تقوموا ناشتين بالقدا دونك كالعادة مش ننصحكم مش نقول لكم زيدوا شوية في الصوت وصيبوا رواحكم وتفردوا وانتم تقضيوا وانتم مش قاعدين تعملوا في الدار تفردوا معنا توا مع نضال اليحيوي. كمل من ثلث سنيك يا خويا الزاز يا ما ضدك نستناك ولا نروح غذيتك باب شوطة غمارة ريشات العايق بخيف قماطر هاي للا غذيتك خيالك ريق عذبتي هاي للغذيته
شكون عملتوا معنا جو كيما عملنا جو احدى لهنا في الاستوديو دونك مع نضال يحيوي ثم تغني ياسر مزينه في تونس وزاده كيف كيف في كندا ومن بعد نعطيكم وين تلقاوهم وليدات زاده كيف كيف نتاع كندا اما تو باش نمشي معاكم الموضوع خذي حجم كبير ودار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي باش نحكيو على ابليكاسيون رويجل في اسكال دونك باش نحكيو على ابليكاسيون رويجل اللي عملت ضجه كبيره نضال سمعت بها ولا لا مش برشا مش برشا انت وقتها غاطس تحضر الكارتاج يمكن هي خاطر هذيك الجمعه كامله فوالا فرصه ان توكا باش تعرف دوكوا ايساجي ابليكاسيون عملت ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي دونك باش نحكيو على لي ديتاي نتاعها مع الكوفونداتريس نتاع رويج اللي هي نور جيهان غطاس مرحبا بك نور جيهان ميرسي ميرسي ان شاء الله نهارك زين عايشك ان شاء الله نهاركم زين كنت قاعده عملتوا فينا فرعه هكايا معناها اه نورمال سا ابليكاسيون سامباتيك برشا توانسة عجبتهم الوغ هي رويجل من الاول ابليكاسيون تسمح للنساء باش تكماندي راجل على الابليكاسيون نتاعنا باش تنجم تخرج في الشارع ما غير ما يتحرشوا بها رجال اش قولك نضالك؟ والله فكرة شنو راجل معناها تكماندي راجل سور كوموند تختار راجل سور كوموند على الابليكاسيون نتاعنا وعاملين دي فورفي عاملين فورفي سبيه 39 دينار الساعة فورفي سهر 199 دينار الليلة ولا فورفي امراة متحرة 699 دينار الليلة والمتحجبات واللي لابسين نقاب انا غلطتني حاجة في الابليكاسيون المرأة المعرسة ما عندهاش حق في سيكيورتي سبحان الله هكا عندها راجل كل راجلها موجود يخدم عليه هكا عندها راجل كل ماشي رويجل باهي دونك قاعدين نفادكوا بيان سور على خاطر الابليكاسيون الهدف نتاعها والمعاني نتاعها اسمى برشا من الحكايات هذوما اعطينا فكره على الكونسيبت كيفاش خممتوا فيه تو دابور وانتم شكونكم ديجا باهي دونك كيما قلت رويجل ماهيش بالحق هي حمله تحسيسيه ضد التحرش الجنسي اللي استفزنا بها العبيد باش يفيقوا بالمشكل هذايا شكون عملها احنا اوني ان جروب دامي كو جو تيان سالوي مهدي شريف علي بيجي دورا شعري مصطفى نصره Et avec les conseils de Kerim Bouzuita. J'espère n'avoir oublié personne. Anna Wessim, qui a fait justement l'application et les screenshots de l'application. On est un groupe d'amis, qu'on a narki ou t'lemina, narki ou la mushekena ou le mushkali kharjet, et la mushkatel taharj, je ne sais. احنا البنات نحكي شنو نقصيو كل يوم والولاد يحكيو كيف 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 اختهم ولا امهم ولا دي مامبر دو لور فامي يتعرضوا للمشكل هذا المشكل نتاع التحرش دونك فما فما لليوم لليوم فما ناس كي تقول لهم باش نحكيو على التحرش وراه فما تحرش يقول لك لا في تونس فماش برشا ومش للدرجه هذه وحكينا فيه قبيله شويه احنا اونوف يمكن احنا اللي في المدن الكبرى واللي مثلا نتنقلوا بالكراهب ونمشيو للبلايص اللي ما فيهمش برشا زحمه ما فيهمش برشا عبيد ما نحسوش ياسر بمشكل تحرش اما يمكن كي تدخل وسط البلاد وتمشي للحوام الشعبيه وتمشي للنقل العمومي وتركب في الترام وتركب في الكار وتركب في المترو وقتها تولي فما مشكله كبيره. بالذات هذاك هو المشكل في تونس، المشكل ذي موجود في كل بلاصه ومهما كانت الطبقه الاجتماعيه، هذايا حاجه مهمه لازم نذكروا فيها. الحاجه الوحيده اللي كانت بالحق في الفيديو نتاعنا هما الارقام اللي وريناهم معناتها 80% يتعرضوا للعنف الجنسي، 90% يتعرضوا الى تحرش و97% ما يشكيوش. هذوما الارقام منين خديتوهم؟ هذوما خديناهم من الكريديف، عملت اتيود على تونس. هذوما ارقام معناتها بالحق في الفيديو حاجة الوحيدة بالحق هما الأرقام وبرشا عباد اللي يستخبوا زادة في الأرقام اللي احنا عملنا مبالغة ومالوغوزمون هذاك هو الحال في تونس خاطر كيما قلت لك مش مصدقين وأنه فما أوتون تتصور أنت وأنه فما تحرش للدرجة هذه نضال ما وي ما وي فما أنا نتصور فما ديجا مونتاليتي غالطة بارابور للمرأة ومزوز نواحي زادة أوسي خاطر زادة المرأة ولا تتخلي شكون معناتها ما تتكلمش ما تدافعش على روحها ولا تتعدي زعما وحاجة وذاك زادة تشجع الآخر والمتحرشين فهمت ولا معناها حاجة ياسر تقزز الحق معناها مش معناها ما همش يسون با كونسيون معناها بالعيشة بالدونجي اللي نجم يصير للمرأة اون فيت جوستومون هو المرأة اللي تتعدي على خاطر كيما قلت لك هذه مشكلة نعيشوا فيه كل يوم ولات حاجة قول هي حاجة عادية تابعة للكوتيديان نتاعنا تابعة مشاكل الحياة معناها المرأة تولي
حاجه نورمال تصغب وتفي الضوء فهمت وتسكت وكها وعطيها تسلك روحها وكها وبعد. اما هي حاجه ماهيش نورمال وفتوى في تونس عندنا قوانين تعاقب الحاجه ذي وذي نحبوا ميساج نعديه وراه ينسي ما تسكتوش معناتها عندكم السلاح الكافي باش انتم تنجموا تاخذوا حقوقكم قوانين جديده واللي نحكوا عليها برشا دونك هذوما مكاسب جديده بعد الثوره يلزم العبيد تعرف والنساء تعرفوا والبنات تعرفوا انه راهو فما قوانين اللي تحميهم خاطر 97% من النساء ماشي وش كما قلنا لها معناتها هذه المشكله زاده حبينا نوعيوا بالكامباني هذيا اللي راهو حاجه ماهيش نورمال واللي قاعد يصير في تونس مش نورمال وبرشا عبيد سالونا على الريدكسيون تاع 20% المتحجبات والمتنقبات وقتها العبيد ولات تسائل واللي فهموا اللي مهما كانت لبسة المرأة متحجبة ولا مش متحجبة راهو تقعد ديما يتحشوا بها على خاطر ذي مشكلة متعقلية نسبة من الرجال اللي يتحرشوا بالنساء والمشكل ماهوش لباس المرأة أما العقلية متاع نسبة منهم هذا هذا سي ان بوان تري امبورتون على خاطر ساعات نسمع ويقول لك ما المرأة زادة ولا البنية ما جابت روحها عليه لبسة عارية عليه لبسة قصير علاش لبسة درشنو ما كي جات مسطورة حتى حد ما يتحرش بها أخ سي با فغي معناها أثبتت برشا دراسات في برشا دول مش كان في تونس في برشا بلدان في العالم العربي وإلا حتى في أوروبا وأنه حتى تبدأ مغطية من راسها ساقية نجم تكون عرضة تنجم تحرش تنجم تلقى اي عذر معناها تنجم تلقى اعذار روح قد ما تحب معناها شبيه تمشي هنا شبيه تمشي غادي شبيه عامله هكا شبيه عامله هكا لابسه انا غيان ابوا اذا كان تلقى في عذر روحك ما فوالا ما كاركش تحرش في المجال الفني نضال فما تحرش بس سي سور كيما المجالات الكل خلينا نحكيو فيه لو بوان فما سي سور كيما المجالات الكل كيما المجالات الكل فما هكا فما خاطر ما نحكيوش ياسر نحكيو بصفه عامه مي مثلا في المجال الفني ما نحكيوش في المجال الاعلامي اللي نعرف اللي فما برشا زيدا في الخدمه في القرايه في الخدمه في الادارات كيف معناها في المعاهد في الجامعات فما سا اكزيست اوسي دونك سي بيان باهي دونك بعد في هبطوا فيديو وقلت رايي اللي هي ماهيش بالحق الابليكاسيون هذه وفسرتو على فيسا هي الحمله ذي كانت باش تدوم جمعه اما من غدا هبطنا فيديو على خاطر الهدف نتاعنا في ساعه ما وصلنا له في ساعتين فتنا 5000 بارتاج وفتنا من مليون 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 فيو قلنا يزي وخفنا على لي زاكتور نتاعنا اللي يتعرضوا للسبين ولا حتى ديجا بداو يتقل ديجا بدا ما حبيناهمش معناها ايزون ايتي ايدونتيفي عرفوا لي بروفيل نتاعهم وزادت عليها ايزون ايتي ايدونتيفي مي سي نا با بوزي بروبليم خاطر هما ايزاسيومي يسافي كو سيتي بور لا بون كوز دونك هما ما تقلقوش ما حبناش نحطوهم في خطر زاده هبطنا الفيديو من غدوه باش نفسروا اللي هي راهم ماهيش بالحق وماهيش ابليكاسيون بالحق فما عباد تخيب هي ابليكاسيون بالحق وحنا خفنا ومن بعد ردينا الحمله ماهيش بالحق واللي لاكتور اللي تراو فيه ما اسموش احمد فرحاد ما اسمه اسكندر بن عيد ولذي عملناها باش نشوكيو العباد وبوكو دو ميديا توانسه ولا اترانجي اون روبخي معناتها هذايا كونسيبت تاع الرجل منتشر للعالم الكل وبيان سور هذايا مشكله ماهيش خاصه كان بتونس ولذي مشكله موجوده في العالم الكل وهذايا النقطه اللي نحبوا موجوده في كل المجتمعات في كل المجتمعات موجوده في كل المجتمعات وذي النقطه اللي حابين ناكدوا عليها ودايوغ لاحظناهم في لي كومنتير الحاجه باهيه اللي العباد الكل جات ضد الرويجل حتى كانوا متغشين ولا يضحكوا ما ديما يجيو ضد الرويجل ومع المراه التونسيه والمكاسب نتاعها وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الحقيقه كل يوم كان واحد يرى طفل يقلق طفله ان شاء الله التوانسه يعاودوا تجيهم النار هذيا اللي كانت تغلي من داخلهم ويطبقوا بالحق بل كان عندنا مثلا في الحوم العربي نضال مثلا ولد الحومه ما عمره لي يغزر غزره خايبه لبنت الحومه وما يحبش فيها الحاجه الخايبه ويدافع عليها ويحميها حتى كي يلقاها مروحه في الشارع ان شاء الله الحويجات هذوما زيد نعاودوا نلقاو نحب ناخذ منك شنو ما لي رياكسيون بعد ما قلتوا اللي هذه حمله راهي توعويه دونك شنو ما لي رياكسيون تاع العباد كي عرفوا الحقيقه دي رياكسيون كانوا متخلفه عديده برشا عبيد عجبتهم الكونسيبت على خاطر هذيا حمله من نوع اخر ما حطيناش مراه
تحكي على هي مشاكلها كضحية وراهو حاب نقول رغم السي الكل يتعرضوا تحرشك ما كمش ضحية وراكم تنجموا تبادلوا وضع هذا برشا عبيد ضحكت فما عبيد غشت قالتك احنا نحسوا روحنا مانيبولي معناتها معناتها استفزيناهم وهما عندهم الحق اما راهو هذاك هو الهدف نتاع الحملة اللي نمسوا التوانسة الكل كبار وصغار نساء ورجال الطبقات الاجتماعية الكل مفيد احنا مسيناهم ان توكا ليسونسيل وانكم وصلتوا الميساج وصلتوا ديجا لي شيفخ اللي يمكن برشا عباد ما كانوش يعرفوهم لي شيفخ اكزاكت نتاع التحرش وصلتوا زيدا ميساج اخر غابيل للبدايه وللنسير وعندكم قوانين جديده تحميكم نيزيتي با باش تمشيو تشكيو وما تقعدوش حتى شيء ما يخليكم تصبروا وتتحملوا وتعديوا كلمه تعدي عدي مثالش هذيك مخيبها راهو معناها وتاثر ياسر على شخصيه البنيه ولا المراه اخر حاجه راح تجاوبني فيها بصراحه جاوكم دي دوموند بتاع خدمه بعثوا لكم اولادي حبوا يخدموا جينا دي دوموند نتاع دي ستاج ومتاع فما اولاد حب تخدم اذا حاجه قلقتنا واحنا سي شوكون احنا سانوزا تريستي على خاطر شفنا اللي بالحق الشاب التونسي برشا دي ديبلومي بعثونا برشا عطيهم يلقاو خدمه واللي احنا سانوزا روندو تريست اكثر من اللي ضحكنا خاطر شفنا الوضع اللي خلطنا فيه في تونس وجوستومون نخموا فمش ما نجموا نحاولوا نلقاو شي عمله اخرى برافو يعطيكم الصحه ان توكا اللي كنتي ليكيب الكل صافي مال كما قلت انت وانه واحد يبدا متخرج عنده صاحب شهاده عليا ويبعث دوموند باش يدخل في ابليكاسيون كيما هذه في خدمه كيما هكايا مي سا فو دير زيدا اللي هو ما لقى حتى حل ما لقاش خدمه اخرى دونك يدق على البيبان الكل ميرسي بوكو يعطيك الصحه نور جيهان غطاس ان شاء الله نشوفكم في فازات اخرين ان شاء الله ميرسي انا باش نرجع بكم للكوجينه خليكم معنا نرجع لكم بعد شويه